قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خاوتي، رئيس الجزائر عبد المجيد تبون دار واحد الخرجة، ولا قناة إعلامية جزائرية نقلت هذه الخرجة، ولا صحيفة جزائرية نقلت هذه الخرجة، وهي خرجة قوية جدا ضد أولاد خيرانصة وضد خيرانصة ورئيسها الخانز ودولتهم الخانزة. يا خاوتي، ضربت معلم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يا خاوتي. المهم تغوع الفيديو هذا باللايكات، كلكم اهبطوا ديروا اللايكات للفيديو، ما تخلي والو خاوتي، لان ولاد فرنسا يبداو يسينياليو ويعرفوا غير السينياليو وعندهم غير السينيال مساكن. اما لا ردوا عليهم انتم باللايكات تاعكم، وما تنساوش في التعليقات تحيا الجزائر دائما وابدا، اي تعليق جاء في راسك حطوا يا الجزائري، المهم ادعمنا بالتعليق لأن التعليقات تخلي الفيديو ينتشر والناس كامل يوصلها الفيديو، وثانية تحمينا من السينيال تاع ولاد خيرانصة. المهم يا خاوتي، ضربت معلم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للدولة الخيرانصية، وبالتحديد للقمة الفرنكوفونية. يا خاوتي، هذه القمة الفرنكوفونية هي تجمع لرؤساء الدول اللي يحكيوا باللغة الخيرانصية يا خاوتي، وين يتناقشوا على عديد المشاريع يعني الدولية وعديد الأمور الاقتصادية. المهم يا خاوتي، تبون من الاخر قال لهم انا ما نزيدش نجي، باي باي، ما زيدوش تعيطوا لي خلاص، وما تكسروش ريسانكم خلاص. ويعلن انسحاب الجزائر رسميا من هذه القمة اللي كانت بتونس يا خاوتي، القمة الأخيرة بتونس. يا التوانسة غير بدأوا جريوا على روحكم، والله أكم زلتوا شوية فيكم اللعبة الدولة الخيرانصية. كما راكم تشوفوا هنا يا خاوتي في الخبر، قمة الفرنكوفونية، رئيس تبون يقطع سنة بوتفليقة. هذه كان بزاف يديرها بوتفليقة يا خاوتي، أنا قلنا لكم باللي العصابة السابقة كانت خيرانصة تتحكم بها. من الأخر، احتضنت جزيرة جربة التونسية قمة الفرنكوفونية التي يعقدها رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الفرنكوفونية كل سنتين. ديروا في حسابكم بلي الجزائر لم تكن يوما عضوا داخل المنظمة التي تضم عددا من الدول العربية والإفريقية، إلا أن رئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه على كل حال يا خاوتي، كان حريصا على مشاركة الجزائر في قمم المنظمة التي تعقد كل سنتين بصفته ضيفا خاصا منذ عام 2002 يا خاوتي. ياكم تشوفوا الطحين اللي كنا عايشين فيه، الطحين هذا يسموه الطحين، الطحين هذا كيفاش انت ماكش عضو اصلا في المنظمة وتحضر يا خاوتي، والله غير عيب وعار. وش كان صاري في وقت العصابة ها؟ يا اخي كارثة يا اخي. وتعتبر قمة جربة الاولى من نوعها منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، والتي حسم فيها موقفه من المنظمة الفرنكوفونية التي اختار قطع اي صلة بها. من الاخر تبون قال لهم باي باي، ما زيدوش تسمعوا بيا، وما زيدوش تعيطولي، وما تجيبوش سيرة الجزائر، وما تحكيو ليش خلاص على الفرنكوفونية في الجزائر. الجزائر من اليوم فصاعدا غير انجلي، انجلي وين تلقى كاش حاجة زيد لها انجلي، ومن بعدها بشوي بشوي حتى هذيك اللغة الخيرانصية يا خاوتي تنتهي من الوجود، تنتهي من الوجود. وديروا حاجة في بالكم باللي ما كانش دولة تتكلم بالخيرانصية وراهي متطورة، هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة تطبق على الدول الإفريقية اللي راهي تعاني إلى يومنا هذا، تسمى ما نحتاجوش خلاص اللغة الخيرانصية من الأخر. وأفاد موقع القدس العربي في تقرير له أن رغم العلاقات المميزة بين رئيس الجمهورية تبون ونظيره التونسي قيس سعيد، يعني قال لك رغم أن العلاقات هذه مليحة، إلا أن تبون لم يحضر القمة التي احتضنتها تونس ولو من باب المجاملة، ما يدل على اتخاذ الجزائر لموقف حاسم تجاه هذه المنظمة. من الأخر الجزائر مدت الموقف تاعها وخلات لكم الموقف تاعها يا تونس، وانسحبت تماما من عندكم يا تونس، قالت لكم من جيش. من الأخر أي حاجة تتعلق بالدولة الخيرانصية ما تعيطوليش ليها خلاص. يذكر أن الجزائر
اتخذت منذ فترة جملة من الإجراءات لتعزيز استخدام اللغة الإنجليزية والمساهمة في تراجع استخدام الفرنسية، على غرار المشروع في تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية. من جهته اعترف ذاك الخانز يا خوتي ماكرون بتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر. وتسريعا لتعميم الإنجليزية في الجزائر، كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي مؤخرا عن إجراءات جديدة لتكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية لتعزيز حضور هذه اللغة في التعليم والتكوين الجامعي بالبلاد، في وقت تطغى فيه الفرنسية على معظم المناهج التعليمية. هكم تشوفوا يا خوتي، الجزائر انتهجت سياسة أنها ترجع كل حاجة في هذا البلد بالإنجليزية. نحتاج الإنجليزية، إنجليزية تتعامل فيها في كل العالم، وين تروح تحكي بها عادي الناس تفهمك وانت تفهمها. لكن أنا احنا حذنا يا خوتي هذيك اللغة الفرنسية لولادها، راهم يقدسوها لولاد فرنسا، راهم يقدسوها. ما فهمتش وين راهم يخدموا فيها، يخدموا فيها غدا في وسط المرحاض تاع فرنسا. هذا ما كان تخرج من الدولة الفرنسية وتخرج من لافريك، ما تزيدش تحتاجها، خلاص خلاص سبحان الله. المهم من الاخر، خطوة رائعة جدا من عمي تبون. شكرا عمي تبون على هذه الخرجة، ورانا معاك، كمل في الطريق هذا المعادي للدولة الفرنسية، رانا ركعناهم تاع الصح يا خوتي، بالخصوص فيما تعلق بالغاز. الغاز رسميا قد فشلوا في انهم يزيدوا مساكن الكمية تاع الغاز اللي كانوا يديوها من زاير يا خوتي، رغم انهم قالوا لهم انا مستعدين باش ندفعوا، يعني باش يخلصوا يا خاوتي بدراهمهم، ماهمش الغاز راح يديوه هكذاك زياده كشغل تاع باطل ولا ولا يا خاوتي. اما يسلكوا ما داش الغاز من الاخر، ما تديش الغاز انت كشغل في لاليست تاعنا، راك الاخر يا ماكرون، لازم لك دير لاشان وتستنى تستنى، راحت الدوله الاولى الثانيه الثالثه وانت حاكم لاشان، وراك تدفى شويه بالحطب وخلاص. هذا ما كان يا ماكرون، هاك فاهم، الجزائر تاع اليوم هي الجزائر التي تفرض القرارات تاعها، ماكش انت اللي تتكلم ولا غيرك اللي يتكلم، وانما رئيس الجمهوريه والشعب الجزائري اللي يتكلم، حنا نتكلموا ونتاخذوا القرارات تاع بلادنا. هذا ما كان نقطه، عد الى السطر، ما تشوفوش فينا احنا المغرب اللي راكم مديرينها تحريشه، يا وحنا يسمونا الجزائر وراك على بالك واش نسواو. المهم يا خاوتي نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم وتحية الجزائر دائما وابدا يا خاوتي، السلام عليكم. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.